محمد حسام فين؟ حسام فين؟ محمد حسام فين؟ بنتي بنتي فين؟ سلمى فين يا محمد؟ انت يا محمد سلمى فين؟ ما تنطق بنتي سلمى فين؟ انت السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء لله يا عصوتين. طب والله أنا حزينة عليها أكتر من حزنك عليها. وانت يا حبيبتي اللي حزنك؟ ما انت ابنك عايش والحمد لله. قصدك ايه يا عصوتين؟ قصدي انت عارفة كويس قوي ده أسلوب تكلميني بيه وأنا جاي أعزيكي ببنتك اللي هي كانت مرات ابني. اديكي قلتي كانت. ما تجيبي من الاخر وتقولي انت عاوزه ايه بدل ما انت عماله تلف وتدوري في الكلام. عايزه اقول ان ابنك سياده المقدم المحترم هو السبب في موت بنتي. حسام؟ وفي غيره. كان وشه قزم السعد علينا كلنا. يا ماما ما يصحش كده. اسكت انت. يا طنط. يا طنط اللي حصل ده كان قضاء وقدر واللي حصل لحسام ما كانش شويه. ما تقلقيش بكره يقوم لكم زي الجن. لا انت زودتيها قوي يا عصمتان. بس انا عارفه ان الضنا غالي وعشان كده هقدر موقفك. عن اذنكم. ثواني يا طنط هاجي اوصل حضرتك. لا يا حبيبي كتر خيرك انا نازله لوحدي. حقك عليا يا ماما. ولا يهمك حبيبتي. انا اسفه. ما كانش صح يا طنط انك تكلمي ماما بالطريقه دي وخصوصا يعني انها في بيتك. يا شيخه انت رخره. انا داخله اوضتي. يا ماما يا حبيبتي الف سلامه عليكي. يلا بقى دوقي عمايل ايديا وحيات عيني. ماليش نفس كده يا ماما. ده لسان العصفور اللي انتي بتحبيه وعملتهولك بايدي. قلتلك ماليش نفس. انت ايه ما بتسمعيش كده برضو؟ فضلي اطلعي بره. اطلعي بره عايزه اقعد لوحدي. حاضر حقك عليا. اتفضلي. ينفع كده يا سهر اعمل لمامتك شوربه وادخلها لها عشان تاكلها تروح ترضاني من الاوضه؟ وانت ايه اللي دخلك عندها؟ ما تخليك في حالك. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ ده بدل ما تقول لي كلمه طيب بيها خاطري؟ يوه مش هنخلص بقى ولا ايه؟ على فكره دي اول مره تكلمني بالطريقه دي. سيبيني في حالي وكفايه اللي حصل. هو ايه اللي حصل؟ انت عارفه كويس اللي حصل. هو انت يا ساهر هتعمل زي مامتك؟ لان هي دي الحقيقه. وانا ذنبي فيها ايه؟ ذنبك انك اخته. ومراتك يا ساهر ولا نسيت؟ لو سمحت يا شاهندة سيبيني لوحدي عشان انا مش عايز اتكلم مع حد. هو انت يا ساهر مسيبني بيتي وجايبني مقعدني هنا مع باباك ومامتك اللي هي اصلا مش طايقاني ولا انت كمان بقيت طايقني وفي الاخر بتعامل المعامله دي؟ طب انا قاعده هنا ليه؟ ما ترجعني بيتي. انا مش هسيب ابويا وامي لوحدهم ولما اقرر نرجع بيتنا هبقول لك. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. اهلا باخت البطل. اخيرا الهنا شرفت. يا ساهر الاسلوب اللي انت بتكلمني بيه ده بدل ما تقولي الحمد لله على السلامه وليك عين كمان تتكلمي حقا يعملوها ويخيلوا. لو سمحت يا ماما انا ما وجهتش كلام لحضرتك. انا بتكلم مع جوزي. اتكلمي بادب واعملي حساب لوجودي. معلش يا ساهر الهانم نسيت ان انت ابني قبل ما تكون جوزها. انتوا ليه مصرين تعاملوني المعامله دي؟ هو انا قتلت لكم قتيل؟ لا يا حبيبتي انت ما قتلتيش قتيل.
بس اخوك البطل اللي انت رحتي حفله تكريمه هو اللي قتل لنا قتيله. اسمط مش معقول مش معقول الكلام ده. اسمط اخرس خالص ما اسمعش صوتك واتفضل خش نام جوه يلا. حاضر حاضر. اتفضل. حاضر. انت ايه اللي وداك حفله التكريم من ورايا؟ اولا لو كنت قلت لك ما كنتش حضرت. ثانيا دول اخواتي ولازم اشاركهم فرحتهم في يوم زي ده. بنت اصول بصحيح وتعرفي الواجب كويس قوي. انا برضو متربيه ومش هرد على حضرتك. انا راجعه تعبانه وداخله اوضتي. انت ازاي تسمحي لنفسك تتكلمي معاهم بالاسلوب ده؟ وانت ازاي تسمح لها تتكلم معايا كده اصلا؟ ما ترديش على سؤالي بسؤال، انا برضه جوزك. ما انت عشان جوزك كان لازم تحافظ على كرامتي، وما تخليش حد يمسها، حتى لو الحد ده كان مامتك. والله يا امي ما غلطتش. وانا كمان ما غلطتش. لا غلطتي، والغلط راكبك بنسات سخنة راسك. يوه، غلطت في ايه بقى ان شاء الله؟ عشان روحتي الحفلة من غير اذن. احنا مش هنخلص من الموضوع ده، دي بقت عيشة زهق. والله عيشة لو مش عاجباك الباب قدامك اهو، يفوت جمل. كده يا سير؟ أنا هسيبهولك عشان ترتاح أنت وأمك. أنت هتهدديني مع ألف سلامة. لا يا ماما، ده مش ساهر اللي أنا أعرفه، ده اتغير معايا 360 درجة. معلش برضو يا شاهند، ده مهما كان جوزك يا حبيبتي، ما كانش صح أبدا تسيبي البيت وتمشي. يعني إيه يا ماما ما سيبش البيت؟ ده هو ومامته عاملين عليا رباطين ومصرين إن حسام هو اللي قتل سلمى. بس بس الناس دي اتجننت ولا ايه؟ اسكتي اسكتي لحسن اخوكي صحي. ده يا شاهد طلعتي ليه؟ ما بعيطش ولا حاجه يا حسام. ليه وانا مش شايفك؟ ما هي حلوه اهي وزي الفل يا حبيبي، مفيش حاجه. انتوا مصرين تخبوا عليا؟ انا مش شاطر عشان ماما، انا قاعد سامع كل حاجه من جوه. يا ابني كفايه اللي انت فيه، احنا مش عاوزين نزود همومك. اخر حاجه كنت اتخيلها ان الناس دي تفكر كده. ربنا يهديهم يا ابني. مش هند، انا هاخدك ومروح لهم واقعد معاهم بنفسي وافهمهم كل حاجه، بس على الله يفهمهم. طاطيش ربنا يخليكم بعض. انا وسلمى الله يرحمها مش مجرد اتنين عرفوا بعض واتجوزوا، بنتكم كانت حلم حلمت بيه من زمان، ومن اول مره شفتها عرفت ان احنا هنبقى لبعض. سلمى، سلمى كانت قلبي اللي بيدق عشان اعرف اعيش. ممكن اعرف انت جاي ليه؟ انا جاي ليه؟ جاي عشان اصحح سوء ظنكم بيا واعرفكم بنتكم كانت بالنسبه لي ايه، لان واضح ان انتوا مش عارفين. وهيفيد بايه؟ سلمى راحت خلاص، وكلامك ده مش هيرجعها في وسطنا من تاني. حرام عليك يا ساهر، حرام عليكم كلكم تظلموني انا واختي. انا اكتر واحد مضروب بفراق سلمى اكتر منكم. انت بتقول ايه يا استاذ؟ دي بنتنا. انتوا زعلانين على بنتكم اللي اتربت وسطكم، انا بقى مقهور. حضرتك فاهمه يعني ايه مقهور؟ مقهور على حياتي، على بكره اللي حلمت بيه معاها ومش هيكمل. انتوا راح منكم ماضي، انا عمري كله راح. ما تتقهرش قوي كده، بكره تنساها وتتجوز غيرها وتعيش عمرك اللي انت خايف تتحرم منه. ممكن اعرف حضرتك شايفاني ازاي؟ انا بني ادم بحس وعندي مشاعر. اللي راحت دي تبقى مراتي حبيبتي. مشير الايام تنسيها لك يا ابني وتحب واحده تانيه، وعلى راي اللي قال الحي ابا من الميت. سلمى ما ماتتش يا عمي، سلمى عايشه، عايشة جوايا ومعايا. لما بنام بحلم بيها، بسمع صوتها، بشم ريحتها. ربنا يصبرك ويصبرنا يا ابني. موت سلمى كانت أصعب حاجة ممكن أحس بيها. راحت راحت وخدت معاها اللي كان بينبت في بطنها. حبيبتي بنتي، من ساعة اللي حصل ما بقاش في حاجة لا ليها لا طعم ولا لون ولا ريحة. تقدروا تقولوا بقيت عايش ميت. كفاية كفاية حسام يا ابني كفاية. والله العظيم يا عمي بتمنى الموت.
اللي انت بتقوله ده بعد الشر عليك. اسمع ساهر، انا مش عايزك تعمل زي، انا زي اخوك كبير، ما تبقاش ضعيف، ما تسمحش القوه في الدنيا تحرمك من مراتك ده لو بتحبها. معاك حق يا عصام يا ابني. قوم يا ساهر، بوس راس مراتك واعتذر لها. حقك عليا يا شاهد، اوعى تسيب ايدها مره تانية. وجودكم مع بعض نعمه ما يقدرهاش ويعرف قيمتها غير اللي اتحرم منها. وانتي ما تزعليش جوزك، ربنا يخليكوا لبعض ويرحمك يا سلام. ايه ده؟ انت لسه هنا؟ افتكرتك رحت الشغل. الشغل ده يا طنط للناس اللي عندهم امل في بكره، لكن انا شايله هم النهارده ومش عارفه هخرج منه ازاي. وشايله الهم ليه يا حبيبتي؟ ما انت نايمه في حضن جوزك واخوك بسم الله ما شاء الله عايزه الجن. حضرتك شايفه كده؟ ما هي دي الحقيقه، الهم ده اتوجد للي زيي. يا طنط انت من حقك تزعلي، لكن مش من حقك ان انت تعلقي ذنبها في رقبتي وفي رقبه اخويا حسام. انا عايشه بس عشان اخد بطر بنتي. تاخدي بطرها من مين؟ تاخدي بطرها من ناس مالهمش ذنب في اللي حصل؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازره وزر اخرى. اخوك السبب في اللي حصل لبنتي. ده قضاء وقدر، وحسام نفسه كان هيروح فيها لولا ربنا ستر. يا طنط انتي انسانه مؤمنه، واعتبري ان ده اختبار ليكي ولينا كلنا. وبدل ما تفكري ان انتي تنتقمي لبنتك او تفرقي بيني وبين جوزي، اعتبريني انا بنتك اللي ربنا عوضك بيها عن سلمى الله يرحمها. مفيش حد في الدنيا دي ابدا زي سلمى بنتي، دي بنتي الوحيده اللي اتخطفت في عز شبابها. اتخطفت مننا كلنا مش منك لوحدك. سلمى كانت صاحبتي ومرات اخويا واخت جوزي، وكنت بعتبرها زي اختي بالظبط. لو بتعتبريها زي اختك بالظبط يبقى قطعي علاقتك باخوكي. ايه؟ قطع علاقتي بمين؟ حسام ده مش اخويا، حسام ده ابويا اللي رباني وجوزني وسلمني لجوزي اللي هو ابنك. ولو انت في مكاني عمرك ما كنت هتقدري تعملي كده ابدا. انت لا يمكن تكوني في مكاني ابدا، انت اللي خلفتي ولا ربيتي ولا كبرتي ولا بنتك ماتت في عز شبابها. فحضرتك بقى شايفه ان اللي هيريحك يا تقطع علاقتي باهلي يا تفرقي بيني وبين جوزي؟ هو ده العدل من وجهه نظري؟ من الواضح ان حبك للانتقام نسكي انسانيتك في لحظه ضعفك. بطلي بقى كلام الانشا اللي انت عماله تقولهولي من الصبح ده، واضح خلاص انك اخترتي. اصل حضرتك بتخيريني بين اهلي وجوزي، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. فلقتيني بكلامك ده. حسام اخويا لا يمكن يعمل كده، انا متاكده انه بريء. طبعا من يشهد للعريس. قصدك ايه يا طنط؟ قصدي انت عارفه كويس قوي. هو حضرتك لسه بتشك في حسام لحد دلوقتي؟ انا كنت الاول بشك، بس بعد ما قبضوا عليه اتاكدت. اتاكدتي من ايه بقى؟ اتاكدتي يا حبيبتي ان العصابه زادت واحد باخوكي، ولما غدر بيهم حبوا ينتقموا منه في بنتي وقتلوها. عصمت، مش معقول الكلام اللي انت بتقوليه ده. انت تخرس خالص. حاضر حاضر. سكت لي يا ساهر، ما تتكلم. هتكلم اقول ايه؟ انت مش سامع مامتك بتقول لي ايه؟ بصراحه ماما عندها حق، ولو انت مكانها هتقولي اكتر من كده. عندها حق؟ ده بدل ما تصبرني على المحنه اللي انا فيها. واحنا مين يا حبيبتي اللي صبرنا؟ ها؟ انا بنتي ماتت في عز شبابها وبسبب اخوكي. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا بنتي عشان خاطري. اخر حاجه كنت اتوقعها انك تتخلى عني وانا في عز محنتي، لكن ربنا كبير وبكره يظهر براءة حسام وتعرفوا انكم ظلمتوه. ايه قابليني يا حبيبتي؟ انا مش هرد عليكي، عشان لو رديت عليكي هغلط فيكي. سامع؟ سامع مراتك بتقول ايه؟ مش هندا اتكلمي مع ماما باسلوب كويس. اسلوب ايه؟ ما انت شايفها من الصبح نازله تريقه وتجريح وشماته فيا انا واهلي،
وانا صابره وعماله امسك في اعصابي انما لحد كده وكفايه. كفايه يعني ايه؟ هتعملي ايه يعني؟ هروح بيت اهلي، ولما جوزي يقدر يحفظ كرامه مراته واهلها يبقى يجي ويرجعني. الباب يفوت جمل في 60 داهيه. استغفر الله العظيم يا رب، انا مش عارفه الاقيها منين ولا منين، من حكايه حسام واللي جراله ولا حكايتك انت كمان يا شهنده. معلش يا ماما، ما انا كمان غصب عني، اخر حاجه كنت اتخيلها ان ساهر يقدر يعمل معايا كده. معذور يا بنتي، اللي ماتت دي اخته لازم يحزن عليها. وانا واخويا ذنبنا ايه؟ منها لله بقى امه هي السبب في كل اللي بيجرى لنا ده. ست مجنونه كده وخيالها مريض. معلش يا بنتي، معلش معلش، معذورها برضو دي ام. ربنا يكفينا شر حرقه القلب على الضنا يا رب. والله العظيم يا ماما ما حد قلبه محروق الا انا. بقى ساهر اللي انا حبيته واخترته من وسط الدنيا دي كلها عشان اكمل معاه حياتي يقدر يعمل فيا انا كده؟ معلش ايه يا حبيبتي، ان شاء الله هيعرف الحقيقه وهيرجع لك تاني وهو اللي هيعتذر. يا بنتي انتوا مالكوش غير بعض. ما انا يا ماما كنت متخيله كده زيك بالظبط، لكن مع اول صدمه في حياتنا علاقتنا بدات تنهار. يا رب التوف بينا يا رب، ورجع لي حسام بالسلامه من الازمه اللي هو فيها يا رب. ايش انت مالك فيه؟ ايه نفسي يا ماما غمت عليا فجاه ودايخه قوي. معلش يا حبيبتي يمكن عندك شويه برد، او اعمل لك حاجه سخنه. مش برد يا ماما، مش برد. امال ايه؟ انا حامل.